السلام عليكم. تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مجريات الدعوة المرفوعة أمام المحاكم ضد المجلس العلمائي بهدف إصدار حكم قضائي بحله ومنعه من ممارسة نشاطه، وتأتي هذه الدعوة في سياق الاتجاه إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة والهيمنة عليها وشل حركتها والحيلولة دون قيامها بالدور المأمول منها. والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي تابعت عن كثب نشاط المجلس الإسلامي العلمائي لم تسجل بحقه أي تجاوزات تجعل منه مستهدفا، حيث لم نتلقى أي ملاحظات من الأفراد أو الجماعات، ولم يعرف عنه أنه قام بنشاط ينال من أي فئة أو يلمس منه أي تحقير أو تمييز ضد أي طائفة أو عرق أو دين أو مذهب، بل يحسب للمجلس العلمائي إصراره على سلمية أي حراك مجتمعي أو سياسي، كما يحسب له ترفعه عن الرد حتى على الأصوات التي وقفت موقفا سلبيا منه، ناهيكم عن دوره في الحيلولة دون جر البلاد إلى المنزلق الطائفي خلال أحلك الأوقات. أيها السادة، إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين ينص بوضوح في المادة 22 منه على الحق في تكوين الجمعيات وعدم جواز فرض القيود على ممارسة هذا الحق. ومن هنا فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لا ترى سبباً منطقياً لاتخاذ أي خطوات للنيل من كينونة هذا المجلس باعتباره تجمعاً مدنياً، بل إننا إذا عدنا إلى المادة السادسة من الإعلان الأممي الصادر في العام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، نجدها تنص صراحة على الحق في حرية ممارسة المعتقد وحرية قيام المؤسسات المرتبطة بذلك، إلى جانب الحق في استخدام كل ما من شأنه تسهيل عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما في ذلك إصدار النشرات وتعليم المعتقد في الأماكن الخاصة بها، وكذلك تلقي المساهمات المالية وغير المالية وغير ذلك. من جهة أخرى، يؤكد الإعلان الأممي الصادر في العام 1998 والمتعلق بحرية ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً على أن من حق الأفراد تشكيل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة. من هنا فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترى بأن المجلس الإسلامي العلمائي قد باشر دوره ومسؤولياته ضمن المعايير التي تنص عليها منظومة الصكوك والعهود الدولية، لا سيما وأن دوره كان ولا يزال إيجابياً وسلمياً في تعاطيه مع الشأن العام، كما أنه لم يعرف عنه أي دعوة للعنف أو التحريض ضد أي فئة أو جماعة في المجتمع، ناهيكم عن تأييده للانخراط في حوار وطني جاد يقود إلى التأسيس لنظام سياسي يحفظ حق الجميع دون إلغاء أو تمييز أو شطب أو إلغاء. ختاماً، إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترى في أي حكم قضائي أو أي إجراء إداري ينال من وضع المجلس الإسلامي العلمائي هو تصرف يمس جوهر الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير،
وهو ما يتعارض حتى مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وما نصت عليه الصكوك والعهود الدولية. وشكراً.